المملكة وخلال رئاستها لمجموعة العشرين التي تزامنت مع أقوى جائحة تضرب العالم في القرن، لم تكتفي بالمساهمة بالحد من انتشاره وآثاره داخلياً وفي العالم ومساعدته للخروج منها بأقل الأضرار، بل وضعت خارطة طريق للتقدم والحضارة على الكوكب الذي تعيش فيه. فالحضارة كما عرفها كثير من المختصين بأنها نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجيته على كافة الأصعدة، وتؤثر به عناصر عدة منها الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الإنسانية ومتابعة التطور في العلوم والفنون، ويبدأ بالتحرك إلى الأمام حيث ينتهي الاضطراب والقلق. من تابع الكلمة الافتتاحية لخادم الحرمين الشريفين سيلحظ كلمات عدة تدفع العالم للحضارة والتقدم والنظر إلى الأمام وفي كافة المجالات لسلامة كوكب الأرض وقاطنيه، ومن أهمها بث الروح المعنوية التي تعتبر حجر الأساس في أي تقدم. نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار سياسات المواجهة للأزمة. عام انقضى على رئاسة المملكة التاريخية لقمة العشرين سيكتبه التاريخ كما يرى عدد من المؤرخين من عدة أوجه، فهي أول دولة عربية ترأسها وأول دولة في تاريخها تقيمها افتراضيا. وسيدون أن القمة أتت تحت ظرف لم يتوقعه ولم يتمناه العالم، وأن الرياض خلال تلك الجائحة ومواجهتها المستمرة لم تتهرب ولم تتنصل من مسؤوليتها، ولم تكتفي بمواجهة الفيروس وآثاره داخليا، بل بادرت وتقاسمت مع العالم مواجهته وقادته باقتدار، ولم تكن هامشية في تلك الحرب العالمية، بل كانت عاصمة القرار. أود بالنيابة عنكم شكر كافة وزرائنا ومسؤولينا على مشاركتهم الفعالة خلال العديد من الاجتماعات رغم الظروف الصعبة لإنجاح برامج هذا العام. قناة الإخبارية عبد الله الهاجري.